النهارده عيد ميلاد عادل صاحبي. بجد؟ ممكن تساعدني اكتب له جواب؟ ايوه بس... شكرا يا نمنم شكرا. يلا جاهز؟ يلا عزيزي يا عادل، عامل ايه؟ فلتر. انا كويس والحمد لله. انا ما اقدرش اكتب الجواب لصاحبك عادل. طبعا ما تقدرش، هتكتب ازاي من غير قلم؟ ها؟ انا هجيب لك قلم على طول. فلفل اتفضل يا سيدي، ادي القلم. يلا ودلوقتي نقدر نكمل كتابة الجواب اهو. يلا عزيزي عادل، عامل ايه؟ انا كويس. فلفل انت... أيوة. انا معايا قلم لكن لسه برضو ما اقدرش اكتب الجواب لصاحبك عادل. طبعا طبعا، ودي برضو تفوت عليا، لازم للجواب ورقة. ثانية واحدة وانا هجيب ورقة. يلا يا سيدي، ودلوقتي معاك ورقة ونقدر نبتدي الجواب. ها ايوه، اكتب الاول الجواب. ايوه في الحتة دي. ايوه زي ما انت. عزيزي عادل، بعد التحية ارجو منك ان تبعث الي. يا صاحبي انت مش فاهم، انا ما اقدرش اكتب الجواب لصاحبك عادل عشان لسه ما اتعلمتش الكتابة. مش مهم يا نمنم، ما هو برضو عادل ما اتعلمش القراية. يلا يلا اكتب اكتب. عزيزي عادل، عامل ايه دلوقتي؟ انا كويس انت كويس؟ اوعى تقفل الخط بقول لك. تليفونك هيبقى مرفوع من الخدمة لو قفلت، مش هنغني لك. أنا كعفر، أنا لبست البيجامة ومعايا الدب بتاعي،
وهروح على السرير. لا 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 لا. طيب يا دب روح على السرير الأول، هكلفتك. يلا ماشي، هتاخد كل الدفى في السرير لوحدك. ها ها، ايه رأيك بقى؟ ها الدفى دلوقتي ماشي. جعفر هيدفى هو كمان معاك. ماشي يا دب. تصبح على خير. الدنيا ظلمة، في ناس بتخاف من الظلمة، مش حاجة غريبة. طيب أما نشوف، في ناس بتفتكر لمجرد إن الدنيا ظلمة حيبقى في حاجات تخوف، حاجات مرعبة بتتسحب حواليهم في الظلمة، لكن بالعكس مفيش حاجة. عارفين مفيش حاجة، مفيش حاجة. يستحسن افتح النور واوريكم. مفيش اي حاجة، ده صوت الحشرات. مفيش حاجة هناك، مفيش الا سريري والدب الصغنون وجعفر بالبيجامة. بصوا معايا، اديني في السرير. شوفوا كل حاجة مكانها، والنور مولع او والنور مطفي. ما عدا ان الدنيا ضلمة زيادة. في ناس بتفتكر ان في اصوات، في ناس بتسمع الصوت وكأن حد بيفتح باب أوضة نومهم. بيتهيألي أنا مرعوب. ماما أنا جيت عشان أبوسك قبل ما تنام. شكرا يا ماما، تصبح على خير. شكرا يا ماما. مش حاجة غريبة الخوف من الظلمة. تصبح على خير يا دبدوب. النهاردة هقولك على كلمة مفاجأة. ايه هي المفاجأة؟ المفاجأة هو احساس بيجيلك لما حاجة تحصل لك ما كنتش متوقعها، حاجة تحصل لك فجأة وانت نايم او تخبطك، ممكن تكون مفاجأة لطيفة او مخيفة او مثيرة. المفاجأة بتجيلك فجأة، تطلع لك من اي مكان، تنزل لك من السماء، تطلع لك من السحاب، تطلع لك من وراك زي الصاروخ. لما يكون عيد ميلادك يبقى مفاجأة مفرحة، الدبة بتكرهها، ممكن تجيلك في اي وقت واي مكان، عشان كده اسمها مفاجأة. ازيك يا خوخ؟ ما شفتيش فلفل؟ ازيك يا عم حسين؟ فلفل اهو هناك نايم. يا ده فعلا نايم، صعبان عليا صحي من النوم، بس هو اللي صحيني بعد شوية، هو اللي قال لي خلاص هصحيه. فلفل فلفل اصحى يا فلفل. يا عم حسين فلفل مش هيصحى كده، ده فلفل لما بينام مش ممكن حاجة تصحيه. معاك حق يا أخوخ، مش هيصحى كده. يبقى علي صوتي. يا فلفل فلفل اصحى يا فلفل. مش هينفع كده يا عم حسين، كده مش هيصحى. ازاي يا أخوخ؟ يعني قصدك كمان كده صوتي واطي؟ يبقى لازم أعلي صوتي. يا فلفل يا فلفل اصحى يا فلفل. في ايه؟ حصل ايه؟
معلش يا نمل مع الصوت العالي ده. اصل كنت بحاول اصحي فلفل. قلتلي انا عارف ان عشان تصحي فلفل دي حاجه صعبه قوي. انت عملت له ايه عشان تصحيه؟ شوف يا نمل، ناديت عليه بصوت واطي قلت له اصحى يا فلفل اصحى يا فلفل، ما نفعش. علي الصوت شويه قلت له اصحى يا فلفل اصحى يا فلفل، وبرضه ما نفعش. واخيرا بقى ناديت عليه بصوت عالي قوي اصحى يا فلفل اصحى يا فلفل، وكمان كده ما نفعش. كل ده مع فلفل ما ينفعش. انا كنت عايز اقول لك كده يا عم حسين، فلفل ما ينفعش مع الصوت العالي او الصوت الواطي. امال ايه اللي ينفع معاه؟ ممكن اسالك عايز تصحي لي؟ عشان فلفل قال لي ابقى صحيه لما يجي ميعاد الغدا. غدا غدا؟ مين اللي قال غدا؟ حد قال غدا؟ انت قلت غدا؟ طب انت اللي قلت غدا؟ دي الطريقه الوحيده اللي تصحي فلفل. يا تحفة، تعمل لي اللي بعمله؟ لكن انت بتعمل ايه؟ بتمرن اقف ثابت، عايز ابقى بطل في الوقوف بثبات. بس انا مش عايز اعمل كده، عايز اعمل كده. شفت؟ يلا يا مسعد اعمل كده معايا. مش عايز اعمل كده، عايز اعمل كده اهو. بس تحفة مش عايز يعمل كده يا مسعد، انا عايز اعمل كده. ياه شيء غريب، عايز اقف ثابت وانت عايز تعمل. طيب بتهيألي تحفة ممكن يعمل ومسعد يقف ثابت. ايوه بس ساعتها مش هنلعب مع بعض، وانا كنت عايز العب معاك. استنى استنى استنى، لقيت الحل يا مسعد. عارف الناس بيقولوا ايه؟ ايه؟ التعاون. تعاون؟ ايوه تعاون. انا وانت هنلعب بالدور لعبه التنطيط والوقوف بثبات. ودي لعبه كويسه؟ انا مش عارف، انا لسه مخترعها. ادي لعبه عموما، انت تقف ثابت وانا هتنطط، ولما انده واقول غير انت تتنطط. ايوه يلا نط يا مسعد. حلوه قوي، دلوقتي انا هقف ثابت زي كده. شفت؟ بعدين هنده غير تاني وانا هتنطط. يلا نجربها. يلا نجربها. ايوه ماشي ماشي، انا هنط وانت تفضل ثابت. يلا بينا. ايوه عندك حق، لعبه حلوه. حلوه. يلا نعملها تاني دلوقتي. دوري اقف ثابت وانت تنط. ماشي. غير. هي خوخة كانت عالية شوية. شكرا. تحبي اعزف لك اغنية تانية؟ انا اقدر الف واحدة تانية على طول ودلوقتي. بصي. بلاش يا خوخة، شكرا، اصل انا دلوقتي هقرا في الكتاب شوية. كويس، انا ممكن اسليكي بالعزف بتاعي وانتي تقري في الكتاب. بصي.
كتير فلفل جه. ها ايه رايكم في الاغنيه الجديده بتاعتي؟ هي فلفل كانت عاليه شويه. شكرا شكرا. متهيأ لي يا فلفل ان الموسيقى فيها تخبيط شويه. ايه ده ايه ده، الموسيقى بتاعتي فيها تخبيط؟ لا 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 لا، انت اكيد بتضحكي. انا بقى الموسيقى بتاعتي جميله، كنت لسه هعزف تاني المنى عشان تعرف تقرا بهدوء. طيب لا 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 لا، دي مش موسيقى، ده تصفير، وبعدين مش دي الموسيقى اللي ممكن تسلي منى وهي بتقرا. لا لا استني استني. يلا يلا يا فلفل. أوبا أوبا. استنى يا فلفل استنى. يلا يلا استنى بس استنى، انا افتكر ان انتوا الاتنين بتعزفوا كويس. صحيح. شكرا. فعلا انتوا الاتنين بتعملوا موسيقى كويسه، ومش سهل اعرف بالظبط مين احسن من التاني. شكرا يا منى. انا وفلفل دلوقتي هنروح للجنينه ونعزف مزيكا نسلي بيها العصافير والورد. ايه رايك؟ ايه رايك؟ فكره هايله. هتشوفي دلوقتي هيعملوا ايه لما يسمعوا سيمفونية فلفل للطبلة. يلا بينا يا خوخة. يلا هوبا هوبا. مع السلامة. هوبا هوبا. منى 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 منى، احنا عندنا مفاجأة عشانك يا منى. صحيح؟ ايه هي؟ قولها قولها. اها، احنا هنقدم لك فرقة فلفل وخوخة الموسيقية، وهنعزف لك موسيقى وانت قاعدة بتقري في الكتاب. خوخة، واحد اثنين ثلاثة. يلا 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 وهوبا.